نشأنا وعلى الحب نعيش ونحيا، نتألق خيرا وسخاء، نتوهج خلقا نبويا، نتعاون من أجل حياة عامرة خيرا ورقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كينا ليبان تقوكا وقيبتا سدح التبانات اما تقوها دي دونا حقوق دا والدك وكل يهي عروتي سا يسيدو كلا عروتا حقوق دا كل يهين والدك ودا شيخنا انكو بلاونا والدك حقوق دا وكل يهي عروتي سا وما حي حقوق دا وكل يهي والدك عروتي سا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا خلافه، أن له والدك حق المه كله هاي إذا أصله، صح؟ كده إنه حيمان يسا حقوق ذا المه وكله هاي والدك. هديس أن كذا إسك تنزله، وأن سؤال شاس سيدة أوقاته حقك بعد ولدك والدك كله هاي وإنه أرديه هو يفي عن قضب مهمة وايد. ماش اسك بلابنيسا حلك اسك بلابنيسا ماش اك بلابنيسا وان ابوه سهن ونكسن هذا قفكم مركو دونايو انو ميل او غورو نو سميا هو ويديا ماش او غوري دونو ماش جامعه دا كبلابي دونو ماش ودغي دونو ايو ويديا سؤال بدن وسودين سؤال بدن ويديا قفكم مركو دونايو انو رير سميو غبدونو وا اني راديساي عرورتا دلي دونتو أبنو عيه أياد كوهبون أبونا وإنو راديو المهان هو ينو عابا كوهبون هل كاسي حقوله أي كابلا بانيسا مركة كوبات ولذلك أيان كلمة دا وحنكو ختمة يا علي بن أبي طالب نبا أجيبت دعوانا يا وحوك دعوانا يا ويلكيس وحوله يا أمير المؤمنين ويلكي إمام مقلو إمام دقايستو ويلكي بوك دعوانا وحالله يا رويلك أمير المؤمنين بقول يا ري عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحيله محاك وقول عيو أباه ذو مغلابة وحقيري يا أمير المؤمنين هرت أباه وحقه مكله يعني وسيد ضبط صح وحيله هوا مكله واتكله هذا محاك محاتكله هذا هرت إنه هو يفي عن كور هذه يكو الله مركات على ت إنه مقع في عن كور بحيه ها إيه إنه القرآن كبره الله صدق هذا حق وصدق هذا أي أرنتك بلابط ملك لو لسبق قال وينان يلا جماعة الله يو وحيك بلابنا يسا إن هو يفي عن لور هذه وحيك بلاب كحقته إن مقع في عن لور بحيه وحيك حقته إن قرآن كلا برا قرآن كحال جوا ذا إن حقوق ذي إيو دين تي إيو صلاة ذي إيو واجبات كإن لبر عيري يا أمير المؤمنين أباه أنت من نمص مني ما كواد سد حضامد وداودة والدين تبغنا عدد هي ويلكي بالضبط حقوق ذا أقوى وين مركة كوبات هدان لقوا دورانين دين إيه أخلاق ذا ونبي ونواشي يقول كذا لقوا يحولين هذا وحكت لنا يسهدوتو إنن المهد يعمه وتربية ذي اللي سبب فهمي وياه لا بقف عن تربية وحبك الجرنين مركة الموضوع ذا الآن هذا المهد وضع يعمه يا صدر هذا كو هرت مركة كوبات المه نعم حقوق بوله ابن قيم الجوزية كتاب لن بك قريب وهل مجلد أيوك قري حقوق الأطفال لأدونك عالميا وابلا يقال نابا قرآن كون إلهي وكل شيء سبحانه وتعالى أحاديث النبي وكل شيء صلى الله عليه وسلم وأمانة وأمانة إلهي سبحانه وتعالى دوشك. ولذلك أغمهم سن مركي لغا سواتكو هو يو ناكسان وتربية إيسا إيا آبو وناكسان وتربية مركي لغا سواتكو المه وإن مقع في عن الله بحيو وإن عقيق الله سمعيو ومتغانا مسلمين تلقى فرحيو وبالتالي وإن تدبسنا مركو قاربا المهي وحاويا صلاة دي عبادة دي طاعة دي أخلاق دي مرتي دي تربية دي مركوا مرك حقوق ذا سؤال مهلي آدي آدي مركوا ما هي حقوق ذا والد كي كلي السمع والطاعة الله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسان الطاعة بالمعروف حق الله بعد مرك اللي قصوا حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حقك لو حويان وحق والدك حتى دي قالين سبحان أسماء بنت أبي بكر هو يذ قال به هي عائشة حق أبهم بيقول لك أهي أسماء بنت أبي بكر الزبير بالعوام وقبي صح
هو يدي أو قاربة أوتي من مالن أيده وح كده البنيس النبي قال أوتي يا رسول الله هو يدي أو وحدونا بأيتي من وأنا قال أفأصلها ما حريري يا وحق ما يقوله نعم بيلي هو يده وإن هذا حريري سا شريعة إنه وشريعة رائعة وشريعة أم عان من محاسن الإسلام بين كميتاي حق دريسك هي حق قرابة حتى والدك هذو محل إلى سورة اللقمان أخري سورة اللقمان أخري وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ونقص الأولاد أغمى يمركا والدك حق إلمه أكله وما حي وإنه إلمه مقلو وإنه مقع في عن أبيه أوي يريه يدي وإنه سمجع يسئو قاون وسأوي يرين إلمه حق لقوله إنه صنعهن هبل عثمان محمود أبو فلان وإنه له أهب وإنه له وإنه متغنى مقع احترام له وإنه أوي يره وإنه سهر صعنين مركا وضع صعدان وإنه كدن بياه هذي يقولي سوى ذا قلان أما ميلا وذا فريسان أيو وإنو أسوي تاقنا هذا إلى والدك وفريسته وإنو والدك يهدو حنون صديق وكوارقبه يعني هدو باهن يهي وإنو باهيتيرو هدو لباتيسين وإنو لباتيسين وإنو لباتيسين لقايب صدو حقوق ذا صدن بو والدك آبوه كلي هاي محل إلى ذا والد في حقوق ذا سمي بسيسو عني ساسو مان مركي التربية ذا سال لوغنا جيهي مراها لقد لنا سوى الله المو أسوى جر إنو كو سقيرو أو كود أنتو أو أتكون صبرتو. سيد أم سليم يا أبو طلحة صامرني. إلهي أكتي سأجر وين بالغيه لي. الله. نبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعدون الرقوبة فيكم قفك قبل أنك ما تقانان وحين هوا قفك عرور لين ما يبيلي. وقف آخر إيمان دون أسوان إلى ما يرو صغير. تواميل وهذا يكون صغيرا وين. هذا يكون وينادان والتربية ذا ونكسر أسيسنا. وحاويان إذا مات ابن آدم وفي رواية إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وحكم إذا أو ولد صالح يدعو له المير الصالح وتربية سي مركض شو أو أتربية سي وحاويان صدقه بحين يو مساجد ذو لصي يدعو ذو دعين ينتبه وامره آخر الدنيا درس وماها قرة العين وي هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وي وقرة العين سمع قرن قرة العين وقرح أذو ونكسنوي صدر هذا وقرة حسن إساء المهي إن لها قرون يهي المها قويل كاقا مركض ويهر دقا برد هذا متغانا آب كرهان قلبي قميل ونكسن بي يكود دقيان مركا أدو يدنا وان نعفي آخرنا هاتنا وحبوكا بكبيرينا خير تستحي الطبانات البنان كنه يبانسا قوكا نستحيني وقصة كليه عشاق الجنة العليا ودعاة الرحمة للدنيا سفراء للحب نشنا وعلى الحب نعيش ونحيا نتأمل